بدايه اصدرت المصالح والديوان الوطني للارصاد الجويه نشريه خاصه تفيد فيها او تحذر فيها من انه من صعود الامواج بعدد من الولايات الساحليه الوسطى والشرقيه للوطن وهي بومرداس بيجاياس كيكدا عنابه والقاله ويقدر ان يصل علو الامواج الى سبعه امتار على سواحل الوسطى والشرقيه للوطن اما عن صلاحيه النشريه فتبدا من صباحة غد الخميس إلى غاية السادسة مساء من نفس اليوم ومن المرتقب أن تشكل أمواج البحر خطراً على سفن الصيد والسفن التجارية كما افاد ديوان الوطن للارصاد الجويه في نشريه خاصه بان امطارا غزيره تكون احيانا مصحوبه برعود وبرك مرتق او برد عفوا مرتقبه في الولايات الساحليه والقريبه من سواحل الوسط الشرقي وشرقي البلاد وذلك ابتداء من ظهر أه ابتداء من ظهيره اليوم واوضح المصدر بان الولايات المعنيه هي بومرداس البويره تيزي وزو بجايه جيجل وشمال الصيف حيث يرتقب ان تبلغ نسبه الامطار او تتجاوز ال40 الأربع... ملم محليا خلال مده صلاحيه النشريه التي تمتد من اليوم الاربعاء الى او الى غايه يوم الغد الخميس على الساعه السادسه صباحا واضافت النشريه الجويه الخاصه ان الولايات المعنيه الاخرى هي سكيكدا عنابه عن الطارف وسوق هراس وكذا جالما ويرتقب ان تبلغ كميه الامطار او تتجاوز 70 ملم محليا خلال مده صلاحيه النشريه التي تمتد من اليوم الاربعاء من صبيحة اليوم أو عفوا من مساء اليوم الأربعاء على الساعة التاسعة ليلا إلى غاية يوم الجمعة على الساعة الثالثة فجرا